الأخبار وأضعني في آخر التفاصيل في مدينة سرت والتجهيزات الأمنية لحماية المدينة وعملية التركيز على حماية المواطنين هناك والدوريات التي تسير بين فينة والأخرى. تفضل. نعم، صباح بكم بمشاهدين الكرام. لعلي أولا سوف أعطي الموقف العام لخط النار ولجبهات القتال. معي أستضيف العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي لكي يضع المشاهد في مسرح العمليات والنتائج الأخيرة للعمليات العسكرية. سيادة العميد أهلا وسهلا بك. لعل جميع الآن يسأل عن العمليات العسكرية، كيف تجري وما هي معنويات القوات المسلحة؟ طبعا على صعيد العمليات العسكرية الليلة البارحة كانت هناك عدد 5 ضربات جوية حتى الفجر، طبعا استهدف خلالها عدد من التجمعات للآليات الخاصة بالميليشيات والأتراك والمرتزقة، والذين طبعا خلال اليومين الماضيين دارت عدد من المعارك على مستوى الجو والمستوى الأرض. الجو هناك ضربات جوية أدت إلى طبعا وجود خلل، وربما حصل في الميليشيات عدد كبير من الإرباك في تحركاتهم، أدت إلى تواجد مجموعة في منطقة جارف أصبحت متورطة لا تستطيع أن تغادر بحكم أن الطيران يستهدفها. تم طبعا محاصرتها من قبل قواتنا، والآن منطقة جارف تم تقريبا تمشيط ما تبقى فيها. أيضا استمر إسقاط الطائرات التركية المسيرة. اليوم كانت هناك طائرتين تحاول أو حاولت أن تضرب قواتنا في مدخل الوشكة والمنطقة التي قبلها، يعني تم ضربها منذ مسافة بعيدة قبل أن تدخل إلى منطقة تواجد قواتنا، وبالتالي السيطرة الجوية مستمرة. الدفاع الجوي أيضا متواجد لأي حركة للطيران المسير. قواتنا استطاعت التقدم إلى مسافة أخرى لن نبوح بها الآن، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تصوير من ذات المكان في التقدمات. بالنسبة لمجموعة العمليات، طبعا هناك عدد من العمليات مستمرة ولن نتوقف إلا في حال صدور تعليمات من القيادة العامة بعد أن خرقت هذه الميليشيات المبادرة المصرية ولم تستجب وهاجمت قواتنا، وبالتالي كان لابد من الرد، وكان الرد في اليومين الماضيين أعتقد كان قوي بما يكفي ليفهم هؤلاء القدرة التي يتمتع بها قواتنا. تم القبض على 14 ميليشياوي خلال اليومين الماضيين من العمليات العسكرية وتم إحالتهم. طبعا القبض عليهم نتيجة مهاجمتهم لقواتنا، لأن نحن نعتبر هؤلاء غير عسكريين ونظاميين، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليهم لقب أو لفظ الأسرى. أيضا أحب أن أنوه إلى نقطة هامة وهي رسالة نوجهها من هنا. طبعا الموقف الدولي أصبح لا يقبل بما يقوم به أردوغان وتصرفاته اتجاه ليبيا واتجاه شعبها وجيشها، ومن هنا نقول رسالة أن الذي يبقى هو أولا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نحن نعتمد على الله وعلى شعبنا وعلى جيشنا. من يعتمد على أردوغان فإن أردوغان غدا سيترك السلطة ولن يجدوا أردوغان، ومن يعتمد على المرتزقة سيأتي يوم ويغادرون ولن يبقى إلا الشعب الليبي وجيشه. وبالتالي هذه رسالة يجب أن يفهمها الجميع، لأن البقاء للشعوب وللجيوش التي تقاتل من أجل بلدانها وليس للحكام الذين يأتون لأهواء ونزوات وتنتهي بإذن الله. أخيرا، يعني بالأمس كان هناك ضرب لمنظومة دفاع جوي تابع للعدو ومقتل عدد من الضباط الأتراك، يعني أرجو يعني أن تفصل قليلا في هذه الضربة والتي نفذتها القوات الجوية وكانت الإصابة مباشرة. طبعا أي هدف يتحرك في اتجاه الجبهة يتم استهدافه. الآن قواتنا الجوية تمشط كامل المنطقة على مدار الساعة، الأجواء تتواجد فيها الاستطلاع، وأي هدف يتحرك في اتجاه الجبهة هو الآن يعني معرض لضربات قواتنا الجوية مهما كان، سواء كانت وسائط دفاع جوي كما حصل بالأمس أو غيرها من الوسائط أو الآليات أو التجمعات. كان هناك حشد كبير الذي قام بالهجوم على
صرت اليومين الماضيين هو حشد كبير من الميليشيات. الآن هذا الحشد انتهى، أغلب الذين هاجموا تم القضاء عليهم، والذين بقوا تم القبض عليهم، وهناك مجموعات لازالت فارة. وبالتالي نحن أي هدف مهما كان تركي أو غيره سيتم استهدافه، من بينها المنظومات أو الوسائط التي تحاول تركيا جلبها لأن يعني تواجه بها قواتنا. شكرا جزيلا سيادة العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي. أما الآن مصباح، يعني أستأذنك في هذه المداخلة وأستضيف أيضا سيادة العقيد صلاح هويدي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي. أنتم الآن تؤمنون المدينة منذ قرابة الخمسة أشهر أو أكثر، تواجدكم حتى بعد الهجوم الأخير لجماعات الإرهابية على المدينة صمد الجهاز واستمر في تأمين المواطنين واستطاع أن يقبض على العديد من الخلايا النائمة. سيادة العقيد، يعني ما هي الأوضاع في سرت، وكيف يعني كيف هي الأوضاع الأمنية فيها، وما هي يعني احتياجاتكم إن كانت لديكم احتياجات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحيي قواتنا المسلحة التي تقوم الآن بتصدير ملاحم الجهاد في هذه اللحظات، ونحن من خلال منبركم نحب نوصل ثلاث رسائل هامة جدا. الرسالة الأولى نطمن أهل المدينة، سرتنا المدينة آمنة، قوات الأمن تابعة الداخلية منتشرة داخل المدينة تقوم بواجبها، تقوم بالسيطرة على أي اختراق أمني أو أي شيء يضر بتحركات القوات المسلحة أو الثكنات الموجودة بها بالتعاون مع بعض الثكنات العسكرية. الشيء الثاني اللي بنوصله أن أي شخص يحاول أن يخل بالأمن أو يقوم بأي عملية تزعزع الأمن داخل المدينة، نحن أنك تأيد جيش ولا تأيد ميليشيات نحن من نعقبوش عن نية، لكن أي تصرف منك تقوم به، أي جهة تصدر إطلاق نار عندنا تعليمات بالتعاون معه مباشرة، حيكون تعامل بالنيران الحية مباشرة. فنحن نحذر هالأشخاص هذوما اللي أي شخص يحمل في عقله أي حاجة يعني بيقوم بأي عملية، راهو نحن قاعدين لهنا بالمرصاد، نيتك ما نحاسبكش عليها، تأيد في أي جهة نحن ما نحاسبكش عليها، لكن أي تصرف منك مادي حيكون العقوبة متاعها وخيمة. النقطة الثالثة هي نحب نقول للموظفين الإداريين والجهات العامة والقطاعات العامة أن يتواجدوا في أعمالهم، المدينة آمنة، أي تراخي في هذه اللحظة يعتبر خيانة للوطن، جميع الأجهزة الأمنية متواجدة، الأجهزة العسكرية متواجدة، البلاد آمنة، المنظومات التي تقوم بإسقاط الطائرات المسيرة تغطي جميع المدينة سرت، فليس لديك حجة بأن تتقاعس على أداء عملك. أيضا ندعو قوتنا في الأجهزة الأمنية المتواجدة في مدينة سرت خاصة سكان مدينة سرت يتواجدون يهبوا لتأمين مدينتهم. نحن هنا مجرد هي مدينتنا، لكن نحن مجرد ضيوف نساهموا فيها كيف ما قلت انت يا استاذ الرب فات الفزعة، نساهموا فيها نحاولوا ان نرد الامور النصابه، لكن انت كأمن في مدينة سرت انت الاساس وانت القاعدة الاساسية، يجب ان تتولى زمام الامور في هذه المدينة وتنشر وانت اهل مكة ادرى بشعابها. نحن نعتبر داعم لك، نساندوك في هذه العملية الامنية، لكن الرسالة الواضحة الاولى ان المدينة امنة باذن الله وفضل الأعضاء اللي معانا وبعض الكتائب قوات مسلحة، ليس بها أي خروقات أمنية نهائيا. ما تسمعونه في الإذاعات ووسائل النت هذه جميعها كلها افتراءات ومحاولة تشويش على الرأي العام. الرسالة الثانية اللي حبينا نوضحها ونزيد نكررها، أي شخص يحاول يخل بالأمن أو يزعزع الأمن داخل المدينة حيواجه بقوة وبصرامة، هذا يعتبر انذار وانذار أخير، وأي شخص يقوم بالموضوع هذا ما يلوم إلا نفسه، لأن نحن جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لدينا تعليمات من القيادة العامة والسيد معالي وزير الداخلية بالتعامل بصرامة في هذه الأمور، لأن الوضع حرج، وضع ما لا يحتمل مداهنة. فاللي عندها كما قلنا نية في خاطره يدسها، لكن نحن خلينا نقوم بعملنا، وعندك حاجة الأمر اللي نبهنا عليه الآخر أن جميع الأجهزة أو جميع الجهات الاعتبارية هيقدموا كشوفات السيد رئيس الغرفة الأمنية، أي جهاز أو أي قطاع أمني أو قطاع صحي أو القطاعات اللي تخدم في المواطن لا تعمل في هذه الفترة هيتم حسابتها، ويعتبر هذا الزحف التولي عند الزحف. كيف معنويات الجنود عندك سيادة العقيد؟ يعني هل شن التمست في جنودك خلال هذه الفترة من التأمين وحتى بعد الهجوم الأخير؟ والله من خلال قناتكم نحب نوجه الشكر الشديد جدا للأعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية والسيد وزير الداخلية،
الأعضاء كانوا متماسكين وكانوا عندهم صلابة ولم يتركوا مواقعهم. فعلا هو الجيش القوة المعادلة كانت تهجم بكثافة، وكان الموضوع يعني موضوع حرج جدا في هذه اللحظة، ولكن اتخذوا قرار المواجهة وفعلا استطاعوا أن يعيدوا الأمور نصابها داخل المدينة، منعوا أي تحرك وأي شخص يخرج مضاد للقوات المسلحة. والحمد لله نتائج العمل نتاع الإدارة البحث الجنائي انعكست هو في العملية الأخيرة، حيث المدينة استقرت واستطاعت القوات المسلحة أن تتقدم من جديد وأن تصد العدوان الذي جاء على المدينة، عدوان غاشط. طبعا العدوان هو عدوان تركي أجنبي أطلنطي غاشم، يعني مش نصدف يعني عصابات إجرامية إرهابية فقط، فكان عدوان بالطيران والأسلحة الحديثة. لكن الحمد لله أعضاء الإدارة صمدوا وتحصلنا حتى شكر من القيادة العامة على هذا الموقف اللي قاموا به أعضاء البحث الجنائي، نشكرهم جدا على وقوفهم. ويعتبر عملية يعني عملية كانت كيف العملية الفدائية والعملية يعني موقف يحسب للموقف في الوقت الصعب. شكرا جزيلا سيادة العميد وسيادة العقيد، واتمنى ان شاء الله تجي العميد قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا سيادة العميد. نعم مصباح، لربما طيب رجب يعني تابعتم، لابد ان وجودكم في سرت اذا كنت تسمعني، لابد انكم تابعتم تلاحم الناس مع الجيش. صف لي متابعتكم ورصدكم لتلاحم اهل سرت مع القوات المسلحه هناك. نعم مصباح، لربما الشيء المهم الذي تحدثوا فيه أهل سرت عندما تحدث عن معنويات أو الصمود، فيقولون بالحرف الواحد نحن أحفاد مجاهدي القرطبية. هذه تكفي من عزيمة أهالي المدينة. هذه قبائل، هذه المدينة بها قبائل مجاهدة وقبائل سطرت التاريخ سواء ضد العثمانيين أو ضد الغزو الإيطالي فيما سبق، وصمدت أكثر من مرة في وجه أي عدوان كان بها. فسرت كانت هذه المدينة هي يعني مثال للصمود وللقتال، وحتى المعالم داخل المدينة هي معالم مرتبطة بمعارك وبتاريخ حافل من الجهاد ضد أي استعمار. نعم. أهل سرت هم مساندون للقوات المسلحة، يرحبون دائما بالقوات المسلحة. لمسنا تلاحمهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية وأيضا حتى مع القوات المسلحة. نلاحظ فرحة الناس عندما يرون أرتال القوات المسلحة تتجه باتجاه محور شرق مصراتة، فنرى بأن هؤلاء الناس يعني هم يعني الخط الدفاع الثالث بعد القوات المسلحة وأجهزة الداخلية ضد أي تدخل أو أي استعمار إلى أرضهم. فلربما الأيام القادمة نعم. سوف تكشف الكثير عن صمود أهل المدينة وتعاونهم وأيضا احتضانهم للقوات المسلحة وكل الضيوف الذين أتوا لهذه المدينة دفاعا عنها ودفاعا عن ليبيا وعن شرف الليبيين. نعم، قبل ما نختم معك رجب، طمنا على طاقم ليبيا الحدث في سرت ومساعيكم لأجل بث الصورة بشكل متواصل للناس ونتابعوا فيكم، والشغل الحقيقة واضح ونشكركم عليه أكثر من مرة. سير العمل في سرت، سهولة تنقلكم وقدرتكم على نقل الصورة بكل سلاسة للمشاهد. نعم مصباح، يعني أولا ما نقوم به هي مثل ما تحدثت قبل الهواء مباشرة أنا وسيادة العقيد صلاح ويدي، فتحدثنا عن يعني عن معركة الفزعة. يعني جئنا هنا من واجب صحفي أولا وواجب وطني ثانيا، وكان لابد أن احنا نكون في عين المكان باش نطمنوا الناس ونساندوا الجيش اللي كان موجود مصباح يعني على خط النار طوال السنوات الماضية منذ عام 2015 هم يقاتلوا، فكان واجبنا احنا نصبوا معاهم ونأزروهم ونكون معاهم يد بيد. نحن هنا في استضافة جميع أهل المدينة، نحن في استضافة أهل سلت الكرام، نحن نتجول بسلاسة داخل المدينة تحت تأمين رجال الجيش ورجال الداخلية. الأمور طيبة جدا في سرت. اليوم تجولت في عدة يعني في عدة مرافق، دخلت المقاهي والأسواق وتجولت كثيرا. يعني فرحة الناس برؤية طاقمنا يتجول داخل المدينة يزيد من إصرارهم وعزيمتهم، ونحن هنا مصباح من واجب يعني من منطلق الواجب الوطني والمعركة الحسم لربما نجد ما نتحدث به لأحفادنا ولأولادنا في المستقبل. نعم، وأنت أيضا سوف تحدثهم عن ذلك. نعم، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفك رجب ليبلو موفد ليبيا الحدث إلى مدينة سرت، كنت معي عبر الهواء مباشرة من هناك.